عارف. نعم افتح الدفتر وسجل بسرعه. صار يلا. اخلك سويت هيا بخير. ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. عوضني يقول خير. يلا علوان. دقيقه علوان. اي يلا هذا قلوان. قلوان شو لك؟ اكو واحد اسمه قلوان؟ علوان بالعين مو بالقاف. ها بالعين. يلا هذا علوان. علوان ايه شبيه. دفع لي واجب من انكسرت رجلي. ما المستشفى قبل 35 سنة. مستشفى 30 سنة. 50 دينار. 50 دينار هاي سددتن. اي ما يعادل يعني تقريبا نص مليون. نص قيد؟ نص مليون ابني. ما سددتن انت غير. انت مو ابني. واذا ابنك غير تموت هتسددين؟ ولك لك 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 ابني هذا واجب. واجب سجل 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 تسدد. يلا بعد سالم. سالم هذا دفع واجب قليل. سالم دفع نص دينار. سالم دفع خمو هواية. لا 500 فلس. يوم زواجي. مال الزواج عاد الورقتين. انت على حكايته هيك راح اقضي حياتي ادفع بفضالك ابني. هذا دين 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 لازم يسدد. ادري انت ما مسوي فضل على العالم. شلون شغله مسوي مسوي. يلا سجل 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 تسدد. بعد يلا سجل. انا تعبت صارت حر. طقيت حر. هذا اياد ليش ما مشغل التبريد؟ وردا على ابو المولده لا ابو راعي المولده لا ابو ساحه السوداء طلعوا بها المولدات. كرهت شكو شغله اسمها مولده حتى القابله الماذونه لان مولده هم كرهتها. لك شنو هالضجيج؟ شنو هالصياح؟ شغلت لكم المولده زغيره الكبيره ما تشتغل عطلانه يراد لها تصليح. ها لا عاد روح شغل التبريد. روح يا تبريد سبلت شغله. اقول لك ما تشتغل المولده الكبيره والزغيره ما شغل التبريد. اسمع شلون شغله يتفتهم. ولك انت شو مرتنا؟ امشي روح صلحها. صلحها؟ اي إيه ما ادري بهاني اليوم يلا عطله تصلحها. يعني شنو؟ ماكو جرب روح جيب مهفه هفيلي. شنو انت شيش كباب؟ لو انا انقلبت كبابشي وهفيلك. هيات فدور لك عندنا مروحه شغلنا اياها. انت بالذات انا مستعد اهفي لك براجدي اعمى عينك. وبعد ما اريد حكي زايد. ها انا مو انا بوي لو صانع عندكم شغل المولده. طف المولده جيب الواير حط الواير بعد ما اشتغل هذا البيت راح اعوف لكم. ارتاحوا قاعدين خدشيه بس توسعون افضل. مو انا مبتهم المولده والفيوزات والحق. انا من ورا المولدات هسه لا تحط قلوب وحلقي يشتغل زين. فولتيه صعدت عندي بعد. امشي امشي عوف لكم البيت. قاعد ببيتي يقول لي عوف لي. وانت ليش ما جاوبته؟ ليش ما جاوبته؟ شعلي شنو؟ انت مو ابني؟ سجل. قلت لك ما سجل يعني ما سجل. يلا خلص التسجيل خلص التسجيل. خوش والله هذا استغلال. مولده شمس انا جيت اودعك اقول لك مع السلامه وبريل الذمه. تودعني؟ اي ليش يا لبي؟ نقلوك لغير دائره. هاي شبيك حبيبي؟ ليش ضايج؟ تبكي؟ سودة علي لك من زعلك من بتشاك؟ اليوم انا على ابون والبتشاك احكي. انا على ابوك لا ابو ابوي؟ اي مو هو زعلني هو وسعود اخوك. ليش حبيبي بسطوك؟ بسطوني شنو؟ عاده من مخابيل بسطوك. ايش بيك العاد؟ قل لي احكي. انا جاي ابكي على امي الله يرحمها. الله يرحمها. كان يقول لي انت مثل خالك. زين شنو يعني؟ خالي الله يرحمه. اي كان يقول لي انت مثل امك نفس الطيبه. هيات حبيبي شنو الربط؟ خالك وامك فهمني شنو الموضوع؟ مو ابوك واخوك يستغلون طيبتي. اي افتهمت هسه افتهمت. يعني قصدك قالوا لك روح شغل المولده. اي يا حبيبي هم معتمدين عليك بهالامور احنا كل شيء ما نفتهم ترى. معتمدين علي انا ما ضايج على هاي الشغله. بس تتقبلين هذا اخوك سعودي. اي اذا تمدد كنا تشيسش بنتو يقول لي هفي لي هفيت لو قسب مو تنذب براسي. بعدين انا هذا النازك الحلو المترف اقعد هفي سعودي. شلون يصير؟ انا ابري لي الذمه. هسه انت شخو بسطني ابري لي الذمه وبري لي الذمه مسلمتك مخزن انا مال طحين. شوف حبيبي اوعدك هذا سعودي إلا أخليه هو يهفي لك. أقول شموسة قالت أدزك بس لك إنتي تقدر ترجعني مشوار صغير يا ابني. وين؟ عندي صديق ألف رحمة على روحه
مات؟ اسمع ابو العباس اي مات فاضل. ايه تريد تروح تدفع واجب 30 40 الف دينار فتحه مالته؟ اي وين هاي؟ بالبصره. تدفعهن؟ انت ابني، انت مو ابني مو وريثي، يعني اروح لك البصره؟ اي كراوي وهم ادفع الفضيل؟ طبعا. تعال عشايتك راح اشيل دله وفناجين وافتر بالفواتح. بسم الله الرحمن الرحيم. طفل شنو هاي؟ طفل كهرباء. وين؟ امشي. شو وين امشي؟ امشي المولد اشغلها بسرعه بسرعه. ايه يلا. ما اقدر. ليش؟ اولا التشنج اوفر عالي ما نوشي. خليت لك تنكه اصعد. وقعت من التنكه وانكسرت رقبتي شلون؟ هذا انا اللي اريده. تريد تكسر رقبتي؟ طبعا امشي. انا خاف اطلع بالليل، تبغى تعرف؟ قمت اطلع. اني؟ اي. اني يا جبان؟ انا جبان. طبعا. اذا انا جبان روح اطلع انت. اني اخاف من المولدات، لا اروح انت الكهرباء اخاف منها، عندي فوبيا. ما شاء الله. اي. انا طالع عليك مو على خالي. لك اخرس، تجيب خوفك على خوفي؟ قلت بابا هذا مشروع مربح وربحنا ملايين. اي وانت تعرف أي. اياد خبير مال المولدات. خبير؟ اي خبير. ولك مولده 2 كيفي بالبيت يدبر يصلحها، ولك هاي مولده كبيره 200 كيفي شلون راح يدبرها؟ اي بابا كل ما تكبر تصير احلى. يعني تجيب فلوس اكثر. يعني تخيل نفسك انت تصير الابي مال المنطقه. ها هي وانت اللي توزع الكهرباء بكيفك للناس. اي حلو. واللي تضوج منه شو تسوي؟ شو تسوي؟ طفي عليه الكهرباء. موت حر. موت حر. اللي تضوج منه طبعا اطفيها على اياد. لا بابا مو اياد ويانا بالبيت، يعني احنا بنموت حر. اي هم صدق. وبعدين انت شنو؟ تصير الابي مال الفولتيه كلها. وشوف الفلوس تلعب بايدك لعب. يلا وافقت؟ يلا بابا قوم جيب الفلوس. اي 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 ما وافقت بابا. سؤال واحد بس جواب سألك. هاي المولدة ايه؟ شقد فلوسها؟ بابا انت تعرف اياد راح يصير المهندس مالت المشروع. وليش مو عرفت اياد مهندس المشروع؟ فلوس ماني أوكي. ماني شقد. انا راح اسوي دراسة جدوى، شنو رأيك؟ دراسة جدوى؟ اي ها اللي تسوي جدوى رجلك تسوي دراسة جدوى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الدراسة ان شاء الله سويناها كاملة. وقعدي قعدي سعودي. نعم سعد. هاي اصبع وعياي. نعم وركز هسه. هاي شنو؟ هاي شنو اللي قدامك؟ قدامي بياض. لا هاي 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 قدامك. شنو هي؟ ما ادري اشوف. وخرها. ها عبالي انت خليتها هنا. انا خليتها هنا. هاي شنو قدامك؟ هاي لا هاي إيه؟ خريطة. ركز ويا سعود الله يخليك. ما بي حيل ادري هاي خريطة. اللي ببطنها هذا المرسوم. دقيقة خير. لا ها نسيت نظارات مال الخريطة بالسيارة. اجيبها واجي. يا سيارة عندك سيارة؟ لا بالكيت جيت بيها. ميالي والكيت ينتظرك هسه؟ ها هم صدق هم راح. ومناظر مال ايش؟ مال الخريطة. شو بيها الخرايط؟ عندك مناظر مال الخرايط؟ طبعا. ما شاء الله هم زين ما جبتها ولبستها. كان كسرتها على عينك. ركز وياي، هذا محرك مال سكانية. مال سكانية؟ اي. نشيلها يعني، ليش تشيلها؟ هسه انزل للشارع اجيب لك سكانية حتى تشيل المولدة. وك مو على مود انشي. سعود يقول لي انا ايش قد صار لي ما هاينك؟ والله 6 بالشهر، صار تقريبا اسبوع مش. اسبوع صار ما هاينك؟ اي. الظاهر الجدول مالك مالي هانا صار يومي. ها يومي. اي افرح. زين. بالخير عليك. الله يخليك. يعني المفروض يومي راح اهينك بعد. قلت لك ركز وياي ما بي حيل. مو نريد نشيل المحرك من الاسكانية. ها هذا المحرك مال الاسكانية هذا اللي راح نحوله مولده. اعذر فضولي قل لي شلون. قصدك اعذر غباك. شلون صار. شلون اي محرك؟ محرك مال سيارة، محركات عموما يعني. زين نسوي الطاقة، طاقة الديزل اللي بالمحرك زين. احنا نحولها الى طاقة حركية حركية او هي اصلا طاقة حركية. زين احنا شنو نحول الطاقة الحركية؟ شنو نحولها؟ نحولها الى طاقة كهربائية. فيصير شنو تولد تقوم؟ هذا المحرك يقوم يولد لنا كهرباء. وشنو هالدوخة هاي؟ طاقة وما ادري شنو طاقة الديزل نحولها قبل كهرباء. اه شلون؟ والله فكرة. يعني راسا نخلي غاز بالوايرات، راسا شكله تطلع كهرباء.
ان شاء الله ابشرك. الجدول مليانات مالتك صار بالساعات، يعني كل ساعه راح اهينك بعد. اقول لك انت ليش مدوخ نفسك ومدوخني؟ قال المحرك وقال الاسكانيا وما ادري شنو، نشتري لنا مولده جديده وابوك الله يرحمه. ولك ويا جديد ابوك جلف، انا على مود ابوك، هو لو ابوك يصرف نشتري مولده ونرتاح، بس جلف حصاره ما يطلع منه فلس، انا اريد اقلل الكلفه. افتهمت؟ عيد لي اياها بالله. لك اياها؟ الجدول مالك صار كتل بعد ما في هانات.